بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الفانكشنز الخاصه بالاريز او الاري فانكشنز شفنا المره اللي فاتت الايه الفانكشنز الخاصه بالارقام النهارده هنشوف مع بعض الفانكشنز الخاصه بالاريز والتعامل معاها انا فاتح الدايركتوري على طول هنا على التيبل اوف كونتنتس بتاع الفانكشنز الخاصه بالاريز تعالوا مثلا نشوف ايه الفانكشنز اللي احنا ممكن نستخدمها مع الاريز حاجة مثلا زي ArrayChangeKeyCase هنا بيقول لك انه الفانكشن دي مثلا بتشينج الكيس اوف all keys in an array يعني بتخلي الارray لو هي عبارة عن associative array مثلا وطبعا زي ما انتم عارفين في الغالب الاسوسييتيف associative array احنا بنكتب الكيس بتاعتنا عبارة عن حروف او كلمات فانا ممكن اتشينج الكيس بتاعتها من upper case للور كيس case يعني من حروف كابيتال الى حروف سمول على سبيل المثال الباراميترز اللي بتاخدها الفانكشن دي مثلا الاري نفسها اللي انا هشتغل عليها والكيس عباره عن اثنين كونستانت موجودين في اللغه اساسا كيس ابر او كيس لور طب في ريتيرن ولا لا اه بتريتيرن ان اري with its keys lower اور ابر كيز يعني لو هي lower كيز تبقى ابر كيز ابر كيز تبقى lower كيس حسب ما انت هتديها الكيس نفسها or false if اري is not ان array يعني الاري نفسها دي مش عباره عن ايه array طبعا هو بيقول لك هنا برضو انه ممكن يكون في errors او exceptions فبيقول لك هنا انه لو ال array يعني عبارة عن حاجة غير ال array او البراميتر ده مش array اصلا فهو بيعمل through لحاجة اسمها e warning او warning او e level انا اسف يعني error من النوع warning تعال نشوف مع بعض كده لو احنا جينا مثلا عملنا هنا array زي ARR بتساوي array of فيرس نيم مثلا محمد ايج مثلا تساوي 32 انا بقى دلوقتي عايز اعمل نيو اري عباره عن ايه بقى اري تشينج كي كيس هديها هنا الاول الاري الام اللي انا هشتغل عليها اللي هي طبعا اي ار ار وهديها البرويت الرقم اتنين ولو انا ما حطيتوش افتراضيا هيعتبر ان هو عايز كل الحروف او كل اللي مكتوب من حروف في الكيهات عباره عن لور كيس على طول يعني هيخلي الحروف كلها سمول طب تعالى نتاكد كده قبل ما نعمل كده تعالى نعمل برنت ار بالمنظر ده كده للنيو اري نشوف مع بعض كده ايه اللي هيحصل نعمل ريفرش فعلا فيرست نيم وايدج الاثنين بقوا كلهم حروف ايه سمول طيب انا دلوقتي عايزهم ابر كيس يبقى هكتب هنا ايه كيس كيس ايه ابر نعمل ريفرش على طول يدينا ايه ابر كيس زي ما حضراتكم ايه زي ما حضراتكم شايفين هنا الكيات بالنسبه لي هي عباره عن ابر ايه ابر كيس طيب ايه تاني من ضمن الفانكشنز اللي ممكن نستخدمها برضو مع الاريز حاجه اسمها array chunk اري شام دي جميله جدا في ان انت بتستخدمها علشان تعمل شانكينج او تقطع الاري الى اكتر من اري صغيره يعني مثلا نفترض ان انا عندي اري بالمنظر ده كده عندي مثلا اري كده فيها مثلا اري اوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ولنفترض أنا بقى عايز أخد كل تلاتات من الأريه دي وأحطهم في أريه إيه؟ جديدة. فطبعًا أنت بتستخدم حاجة اسمها أريه تشانك. أريه تشانك بقى بالمنظر ده كده سكور تشانك بتاخد الأريه نفسها اللي أنت هتشتغل عليها وبتاخد السايز بالإنتجرز للإيه؟ للعناصر اللي أنت هتحطها في الأريه، عدد العناصر نفسها، السايز بتاع الأريه قد إيه بالظبط. وطبعًا لو جيت بصيت عليها هتلاقي إن هي كمان بتاخد عنصر ثالث اوبشنال اسمه بريزيرف كيز ودي اما تبقى ترو او فولس وهقول لكم استخداماتها حالا دلوقتي طبعا هي بتريتيرن مالتي دايمينشنال نيوميريكال اندكس اري ستارتنج فروم ايه فروم زيرو بمعنى ان انا لو جيت دلوقتي على سبيل المثال قلت له انا عايز اشتغل على الاري دي بس بعد اذنك حولها لي الى اري من عنصرين كل أر... كل اتنين كده يبقوا في ايه في اري جديده تعالى بقى نديله نيو اري ونعمل برنتس اندرسكور لنيو اري ونعمل ريفرش هنا على المتصفح بتاعنا تعالى نشوف كده بص بقى معايا عشان برضو تبقى واضحه ايكو بري تاج و ايكو لقفله البري تاج ده عشان نشوفها بمنظر كده ايه واضح شوف كده اهو <applause> كل عنصرين حطهم في أري الواحد واثنين ثلاثة ولا أربعة خمسة والستة السبعة وثمانية، التسعة والعشرة أمال إيه بقى الجزء اللي انت بتتكلم عنه اللي هو العنصر رقم ثلاثة او البراميتر الاوبشنال الثالث اللي انت ممكن تستخدمه اللي هو بريزيرف كيز بريزيرف كيز دي معناها انه هو بدل ما يحط لك كل اري جديده تبدا من العد من الصفر انت ممكن تخلي الكي نفسه عباره عن الكي الحقيقي بتاع العنصر اللي انت جبته من الاري يعني واحد دي كانت كانت مثلا هي العنصر رقم صفر في الاريه هنا واثنين كانت العنصر رقم واحد، ثلاثه بقى هتبقى العنصر رقم ايه؟ رقم اثنين مش هتبقى العنصر رقم صفر جديد في الاريه الايه؟ الثانيه؟ لا فبالتالي اعملها ازاي بقى؟ اجي بقى على باراميتر الرقم ثلاثه ده واكتبه بايه؟ بترو بالمنظر ده كده. في الحاله دي انا لو عملت ريفرش هبص الاقيه بقى قال لي ايه؟ الاريه الاولانيه هي العنصرين صفر وواحد الاري الثانيه هي العنصرين 2 و 3 اللي هم اصلا قيمتهم 3 و 4 بدل ما يبدا كل مره العد من ايه العد من الصفر في الاريه الجديده وطبعا هنا الاريهات بتبدا تشتغل او بتحط على طول مرقمه اندكس من الرقم كام من الرقم صفر طب افرض انت بقى على سبيل المثال مثلا لو ان انت قلت انا عايز كل اربعات بالمنظر ده كده ايه اللي يحصل بقى ياخد فعلا كل اربعات والعناصر اللي تتبقى تتحط في الاخر لوحدها في ايه في array علشان برضو اكيد هيخطر على دماغك الايه السؤال ده نقرا كويس زي ما قلت لحضراتكم نقرا كويس قوي عشان نعرف ايه الحاجات اللي ممكن تكون محيطه بالفانكشنز اللي بنستخدمها حاجه تانية من ضمن برضو الحاجات اللي ممكن نستخدمها حاجه مثلا زي اري كولون اري كولون دي بترجع لك صف كامل من مالتي دايمينشنال يعني مثلا لو شفت المثال بتاعها هنا بص مثلا عندك هنا الاري كولون بتاخد ايه بتاخد مالتي دايمينشنال يعني بتعتبرها كده اكنها داتا بيز تمام والكولون كي اللي هو اسم الكي نفسه اللي انت هتجيبه طبعا هتقرا هيقول لك انه الكولون اوف فاليوز تو ريتيرن اللي هو العنصر او انا اسف العمود بتاع العناصر اللي انت هتجيبها زي مثلا المثال ده كده دي مالتي دايمنشنال اري اري ام فيها اري واثنين وثلاثه واربعه كل اري من دول فيها عنصر اسمه اي دي وفيرست نيم افرض انا عايز اخد الفيرست نيم دول كلهم من كل اري واحطهم في شكل اري ايه جديده فبالتالي هنا هتلاقي ان هو بيقول لك الكولون كي اللي هو طبعا الكي بتاعي اللي انا عايز اجيبه اللي هعتمد عليه على ان هو ايه الكولون بتاعي this value may be the integer key يعني الكي الرقمي of the colon you wish to retrieve or it may be the string لو هي associative ايه اري it may also be null يعني ولا دي ولا دي to return complete arrays يعني يرجع لك الاريز كامله useful together with index array طبعا دي بقى تحصل لما انت هتستخدم البربيطة رقم 3 اللي هو اسمه index array وهنا بيقول لك ايه بقى index key the column to use as the index keys اللي هو العمود اللي هتستخدمه على ان هو الكيهات بتاعتك او الاندكسات بتاعتك for the return key this value may be the integer key او برضو the string تعالى نشوف مع بعض امثله كده هنا هو مديك زي ما انت شايف ريكوردز اهي بالمنظر ده كده عباره عن الري ام اهي تعال ناخد المثال اهو كوبي ونحطه عندنا هنا وتعالى نعمل عرض للصفحه بتاعتنا ريفرش اهو شايفين حضراتكم تعالى نعمل ايه نعمل ايه طبعا احنا ما كتبناش هنا بي اتش بي اهو تعالى نعمل زي ما انتم عارفين ايكو للبري تاج وتعالى نعمل ايكو للايه قفله البري طبعا لما نيجي نعمل ريفرش هيطلع معانا المنظر ده كده بص جون سالي جين بيتر لو انت جيت بصيت هنا هتلاقي فعلا انه العمود اللي انا عايزه اللي هو الفيرست نيم جون هنا هو سالي هنا هو جين انا اسف او هي جين هنا هو بيتر فهتلاقي طبعا انه العمود طالع كامل بنفس الايه الشكل اللي انت اخترته هتلاقي مثلا هنا انه فعلا المثال هيديك الايه القيمه دي طيب انا بقى هنا بص بيقول لك ايه بيقول لك جيت ذا كولون اوف لاست نيمز فروم ريكورد 6 اندكس باي الايه الاي دي يعني بعد اذنك انا هنا بقى لو هستخدم العنصر الثالث بتاعي اللي هو الاندكس key هنا بقى انا عايز اجيب الكولون اللي انا عايزه باسمه بس بعد اذنك اعمل لي اندكس عن طريق الايه عن طريق الاي دي بتاعي يعني ما يكونش الاندكس بتاعي اللي انا هستخدمه رقمي 0 1 2 3 زي ما انت عارف كده لا ده انا عايزهم يترقموا عن طريق الاي دي بتاعتهم فبالتالي انا هنا بقى ممكن ان انا اعمل الاري الجديده كولون كامل انا اخترته من المالتي دايمينشنال اري بس الكيهات بتاعتها ما تبقاش رقميه 0 1 2 تلقائيا زي ما شفناها كده لا ده انا ممكن اختار كي معين يكون هو الايه؟ يكون هو الكيهات بتاعتي او انا اسف عمود معين يكون هو الكيهات بتاعتي. فبالتالي اكنك انت هنا كده من الاخر بالبلد يعني بتعمل مالتي ايه؟ انا اسف اسوسيتيف اري لانه ممكن الاي دي ده كان ممكن يبقى مثلا حروف ممكن انا اقول له انا عايز اجيب الفيرست نيم بس بعد اذنك الكيهات بتاعتي او الاندكس كي تبقى عباره عن اللاست ايه؟ اللاست اندرسكور نيم وبكده انا لو عملت ريفرش عندي هنا اهو هتبص تلاقي ايه بقى؟ دو بيتر سميث مثلا سالي جونز جين وهكذا لو جيت بصيت نفس اللي احنا حاطينه بالظبط كده انا رتبت عن طريق اللاست ايه؟ اللاست نيم وهكذا يبقى انا بجيب القيم اللي انا عايزها ولكن برتب بايه؟ برتب او بحط كيهات عن طريق برضو كولون تاني اكنّي بعمل ماب لعنصر على عنصر تاني جميل جدا برضو من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تشوفها هنا حاجه مثلا زي الري كومباين حاجه مثلا زي الري فيل كيز او الري فيل مثلا بص مثلا على الري فيل هتلاقي انه دي فيل ان اري ويز فاليوز على سبيل المثال لو جينا بصينا هتلاقي انه الري فيل دي بتاخد انتجر اللي هو الستارت اندكس وانتجر اللي هو النمبر وميكست اللي هي الفاليوز فتبص مثلا تلاقيه بيقول لك ايه؟ fills ان array with نم entries يعني عدد من الانتريز او المدخلات. of the value of value يعني مثلا على سبيل المثال اعمل لي array من 40 كلمه مثلا اسمها محمد. والله افترض. بص تلاقي مثلا عندك هنا شوف يقول لك مثلا اعمل لي بعد اذنك على سبيل المثال array fill ابدا من الاندكس رقم خمسه ست مرات كلمه بنانه بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. طب هنا بقى الري فيل هنا انا حطيت سالب 2 يعني بدا بالاندكس اوف سالب 2 اربع مرات كلمه ايه بير بص بقى اللي حصل سالب 2 بس ما جاش على سالب 1 لا قال بقى 0 1 ايه 0 1 2 ده عشان لو بيقول لك انت لو هتدي الكي بتاعك او انا اسف الاندكس اللي هتبدا منه او الاوفست نيجاتيف على سبيل المثال وهكذا بص برضو من ضمن الايه الفانكشنز اللي انت ممكن تستخدمها زي الري فلتر واحده من ضمن الحاجات الجميله جدا اللي احنا بنستخدمها برضو في الديفلوبمنت كتير قوي الري فلتر دي بتفلتر الاليمنتس اوف ان اري يوزنج ا كول باك فانكشن بمعنى افرض انت دلوقتي عايز تمسك العناصر بتاعتك زي ما انا قلت لك بالظبط في الاري وتعمل عليها لوب وكل فانكشن انا اسف كل عنصر من دول هتنفذ عليه فانكشن معينه طبعا هتضطر تجيب الفانكشن تعمل عليها اللوب وتنفذ الفانكشن اللي انت اخترتها على الايه؟ على الاري على كل عنصر من العناصر دي. دي بقى بتديك ملخص سريع للي انت قلته ده كله في كلمه واحده بس. ان انا عندي فانكشن اسمها اري فلتر بتاخد الاري اللي انت هتشتغل عليها اللي انت من الاخر هتعمل تكرار على العمليات اللي انت عايز تعملها على العناصر بتاعتها وهتستخدم كول باك فانكشن يعني فانكشن انت هتستدعيها هتتنفذ تلقائيا. على كل عنصر من العناصر اللي موجودة جوه طبعاً ده callback function to use دي الفانكشن اللي انت عايزها على سبيل المثال طبعاً ولازم تكون بتاخد في argument بتاعها العنصر نفسه اللي انت هتاخده من الاري if no callback is supplied لو انت ما حطيتش function callback all entries of array equals to false كل العناصر بتاعت الاري تتحول على طول لإيه ل false و false طبعاً will be ايه will be removed يعني عناصر الفولس هتتشال نهائيا في عندي بقى حاجه ثالثه اسمها الفلاج الفلاج ده فلاج ديترمايننج وات ارجيومنتس ار سنت تو كول باك يعني الارجيومنتس او الباراميترز اللي انت هتبعتها للفانكشن اللي انت هتنادي عليها دي اري فلتر يوز كي لو انت هتستخدم الكي بس باس كي از ذا اونلي ارجيومنت تو كول باك انستيد اوف ذا اوف ذا فاليو اري فلتر يوز بوث يعني لو الاري فيها كي وفاليو بص انت هتعمل هنا بقى باص يعني هتدي الفانكشن اللي انت هتكتبها او انت هتستدعيها الكي والفاليو مع بعض ايه از ارجيومنتس تعال ناخد مثال كده مع بعضينا شوف هنا طبعا من التشينج لوج الفلاج ده تم اضافته في فيرجن 5.6 معنى ذلك انه انا هنا عندي اصدار خمسة ونص يعني انا ما اقدرش نهائيا ان انا اشتغل على الايه على كلمه فلاج اذا انت لو عايز تشتغل على الباراميتر فلاج ده لازم يكون عندك اصدار من اللغه 5.6 تعال نشوف مثلا على سبيل المثال الاري والكول باك ولنفترض انا عندي مثلا فانكشن اسمها اود حلو كده اود دي عباره عن ايه اود دي عباره عن فانكشن بتاخد متغير بتريترنز ويذر ذا انبوت انتجر از اود ولا لا حلو كده يعني انت هتقول ريتيرن ما بين قوسين فار اند 1 فار اند 1 ما أنت لما تيجي تبص كده هتلاقي إيه؟ فار إند 1 بتاعتك عبارة عن إيه؟ عبارة عن شرط. فار مثلاً ونفترض إن هو تلاتة. تلاتة إند واحد. حلو كده؟ يعني أنت بتحول قيمة فار نفسها وبتحط عليها إيه؟ واحد. هنا بقى العكس بتاعك يا يعني يطلع ترو يا فولس فبالتالي الفانكشن بتقول لك إن كان إن كان أود يبقى هو أود إن كان إيفن إن هو مثلاً ايفن يعني عنصر زوجي أو عنصر فردي. فبالتالي انت تطبق الفانكشن دي على الاري بتاعتك رقم واحد او على الاري رقم اتنين فيطلع لك العناصر اللي انت عايزها بس بص معايا بقى اللي هيحصل هنا انت عندك هنا على سبيل المثال طبعا زي ما انت شايف ايه عندك اري واحد واري اتنين اري واحد دي فيها في اري اللي هي A بيساوي واحد B بيساوي اتنين C بيساوي تلاتة D بيساوي اربعة E بيساوي خمسة واري اتنين عبارة عن عناصر رقمية فقط تعالى نشوف مع بعض كده ايه اللي هيحصل لما هو يعمل اودز يعني يستخدم الفانكشن اللي اسمها اود اللي هو كتبها واللي طبعا هي مستنيه تاخد ايه؟ فاليو على طول هنبص تلاقي الـ اتفلترت كالآتي: a1، ايه سي3، اي بخمسه وصلت كده؟ اذا انت بتقول ايه؟ 1 اند 1 صح؟ 1 اند 1، 3 اند 1 5 اند 1 عشان كده هو اختار قيم اود فلقى ان هي دي قيم الاود اما الباقي مش ماشي معاه فبالتالي رجع فولس وبالتالي مش هتشتغل معايا فولس على طول اول لما اري فلتر بتلاقيها بتقوم شايلها على طول ككيو فاليو على طول طب اللي بعديها هتلاقيه سابلك الارقام الزوجيه فقط بالكيات بتاعتها 0 ب 6 2 ب 8 4 ب 10 6 ب 12 طب شوف هو لو استخدمها من غير الكول باك فانكشن اهو بالمنظر اللي انت شايفه ده هتقوم مرجع ايه؟ بص كده معايا الري صفر فو واحد بفولس اتنين بسالب واحد ثلاثة بنل واربعه بعنصر فاضي تعال اعمل فلتر بعد اذنك بقى هيقول لك والله فو ده سترنج كده كده هيتحول لترو فولس بفولس على طول يبقى فولس بالنسبه لي تتشال سالب واحد سالب واحد دي قيمه رقميه لو حولتها لبوليان هتطلع لك ترو يبقى هنخليها نل نل في الغالب لو حولتها هتطلع لك قيمتها كقيمه الفولس يبقى انا مش عايزها نص فاضي ما فيش فيه ولا حتى سبيس او كاركتر واحد يبقى هيتحول على طول لبوليان يبقى فولس يبقى هيتشال فبالتالي سابها لك بالايه بالمنظر اللي انت شايفه ده تعال برضو نشوف حاجه زي الفلاج الفلاج هنا لما هو استخدمه استخدم فقط اليوز بتاع الفانكشن اللي انت هتحطها عباره عن ايه عباره اما عن فانكشن هتاخد باراميتر واحد بس اللي هو الفاليو بتاعتك او فانكشن هتاخد الكي والفاليو مع بعض عشان لو إيه انت عايز تشتغل ايه لو انت عايز تشتغل عليهم من ضمن برضو الحاجات اللي انت ممكن تشتغل عليها جميله جدا برضو حاجه اسمها الري فليب فليب دي جميله جدا بتعمل ايه بتعكس الري يعني لو انت عندك الري بتاعتك عباره عن كيهات وفاليوهات حتى لو كانت رقميه بتعكس لك بقى بتجيب لك الفاليوهات هي تبقى الكيهات والكيهات هي اللي تبقى الايه الفاليوهات يعني مثلا لو احنا مثلا عملنا بالمنظر ده كده array بي اتش اهي كده انا هعمل كده اهو هعمل مثلا array وهقول ان هي بتساوي array اوف ولنفترض مثلا محمد كده احمد اسامه ولنفترض وجيت انا هنا قمت قايل بقى انا عايز اعمل array فليب array اندرسكور فليب بتعمل ايه؟ بتعمل عكس للاري، طب هل بترجع قيمه؟ شوف مع بعض، اه طبعا بترجع الفليبد اري. طبعا ده في حاله السكسس او نل في حاله الايه؟ في حاله الفيلير. طب انا دلوقتي لو جيت بقى قمت جاي عامل نيو اري، وقمت قايل ان هي بتساوي اري فليب اوف الاري. بعد اذنك بقى اعرض لي في بري تاج كده بسيط بالمنظر ده كده اهو كيكو كي وهنحط هنا قفله البري تاج بتاعي كده هنحط هنا برنت اندر سكور ار للنيو ايه النيو اري بتاعتي وبالتالي انا لو عملت ريفرش هنا هيديني ايه بقى بص محمد بقت هي الكي صفر بقت هي الفاليو احمد بقت هي الكي واحد بقت هي الفاليو وسام بقت هي الكي واثنين بقت هي الايه الفاليو من ضمن الفانكشنز الجميله جدا اللي انا بحبها هتلاقي برضو حاجه زي مثلا اري كي اكزيست دي معناها ايه افرض انت على سبيل المثال مثلا ولا افترضت حابب تتاكد ان كان في تي معين اسمه مثلا فيرست نيم في الاري بتاعتك على هذا الاساس هتشتغل لكن لو ما كانش يبقى انا اسف مش هشتغل يعني انا مثلا وانا افترض على سبيل المثال عملت اري بالمنظر ده كده هعمل اري قدام حضراتكم كده اهو تمام اهو هعمل مثلا فيرست فيرست نيم هقول مثلا محمد وهعمل هنا لاست نيم وهقول ان هي بتساوي مثلا يحيى وهقوم جاي هنا اهو قايل انه انا عايز الاول اتاكد if array key exists الكي بتاعي اسمه first name والاري اللي هشتغل عليها هي الاري لو كده اطبع على الشاشه first name. نيم او انا اسف الاري الفيرست ايه الفيرست نيم حلو كده انس طبعا مثلا على الشاشه سوري يو دونت شوف انا عملت ايه عملت اسكيب على طول عشان ايه تفتكروا معايا على طول بقى خليك ايه خليك نشط كده يو دونت هاف ايه فيرست نيم بالمنظر ده كده تعال نعمل ريفرش هيقول لك ايه محمد لكن لو مفيش اصلا فيرست نيم بالمنظر ده كده وعملت ريفرش هيقول لك ايه سوري يو دونت هاف ا فيرست ايه يو دونت هاف ا فيرست نيم دي فانكشن جميله تتاكد بيها ان كان في كي معين بيكزيست ولا لا قبل ما تعمل العمليه علشان لو استدعيت بطبيعه الحال كي مش موجود طبعا انت عارف بيديك على طول ايه بيديك على طول ورنج او يديك تحذير يقول لك معلش انا اسف انا مش لاقي الكي اللي انت بتتكلم عنه ده برضو من الجميل جدا الفانكشن اللي ممكن تستخدمها حاجه اسمها Array Keys. Array keys دي بتعمل ايه؟ بترجع لك كل الكيهات في شكل Array واحده، يعني انا مثلا لو عايز على سبيل المثال ارجع الاري كيز بتاعت الفانكشن دي اللي هي First name على ان هم Values، هقول مثلا النيو Array بتاعتي بتساوي Array underscore keys وهقوم قايل له خد الايه؟ خد الاري بتاعتي بالمنظر ده كده واعمل لي Print أندر ار على الشاشة للنيو ايه للنيو اري وبالتالي لما تيجي تعمل ريفرش هنا بالمنظر ده هتلاقيه بيقول لك ايه فيرست نيم دي كانت كي بس اصبحت هنا فاليو وقيمتها انا اسف اول كي بتاعها صفر لاست نيم بقت ايه بقت كان بقت فاليو بعد ما كانت كي طبعا انت لو بصيت طبعا هتلاقي ان انت ممكن تقرا اكتر عن الفانكشن مثلا انت لو بصيت هنا هتلاقي انه بيقول لك ايه دي ممكن تاخد اري وممكن تاخد سيرش فاليو سيرش فاليو دي عبارة عن if specified the only keys containing these values are returned، يعني مثلا أقول له إيه؟ هات لي بس الكيهات اللي بتحتوي على القيمة الآتية. حلو كده؟ طب strict، strict ده أوبشنال برضو بيستخدم في إيه؟ Determines if strict comparison should be used during the search، بمعنى، بمعنى مثلا فاكرين إيكوال 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 معناها إنه النوع بيساوي القيمة، يعني مثلا لو أنا قلت هنا بعد إذنك أنا عايزك تتأكد إن كانت بتحتوي على 8 رقمية ما تجيش تقول لي ان هي هيها الثمانيه النصيه في القيمه والنوع صح كده فستريكت دي معناها انه انت عايز تتاكد انه قيمه ونوع الحاجه اللي انت بتصرش عليها جوه الكيهات هي نفس الشيء بالظبط حلو كده يعني على سبيل المثال لو جيت بصيت هنا هتلاقيه مثلا بيقول لك ايه تعال نقول شوف بيقول لك ايه بيقول لك اطبع لي على الشاشه من الاري دي الاري كيز اللي بتحتوي على كلمه ايه بلو اهو يبقى بلو وبلو وبلو بالمنظر ده كده طبعا لما تيجي تبص على الشيشه هتلاقيه بيقول لك ايه صفر وتلاتة واربعه لانه فعلا صفر وتلاتة واربعه هما الكيهات اللي تحتوي على كلمه ايه على كلمه بلو هنا مثلا بالنسبه لي هو قال لك ايه على سبيل المثال قال لك انه انت لو عايز تستريكت فاستريكت هنا معناها انه القيمه بتساوي الايه النوع يبقى لو انا قلت له شوف لي ان هي بتحتوي على رقم 8 كقيمه ونوع يبقى تبقى 8 وقيمه كايه كنوع وهكذا مش تبقى 8 وقيمه كايه؟ كنص. حلو جدا الكلام ده. برضه من ضمن الفانكشنز اللي ممكن نبص عليها حاجه اسمها الري بوب الري بوش والري شيفت والري ان شيفت. الري بوب والري بوش والري شيفت وان شيفت الثلاثه عاملين زي شفتوا نظريه الستاك بالظبط كده في الناس اللي داتا ستراكشر. انا على سبيل المثال لو عايز اعمل أحط عنصر في آخر الأريه أو أسحب عنصر من آخر الأريه أو أحط عنصر في أول الأريه أو أسحب عنصر من أول الأريه بعمل ده إزاي؟ بعمل ده عن طريق أري أندرسكور شيفت ودي معناها إن أنا هسحب عنصر من أول الأريه وبالتالي مثلا لو أنا عايز اسحب عنصر من أول الأريه اللي اسمها أري فهقول مثلا فيرست نيم بيساوي أري أندرسكور شيفت بالمنظر ده كده ل إيه؟ آر طب تعالى نعمل ايكو للفيرست نيم بعد اذنك كده ونشوف بالمنظر ده ونعمل ريفرش ايه اللي هيديهولنا محمد لانه سحب لي اول عنصر من الايه؟ من الاري طب لو انا بقى جيت قلت انا عايز على سبيل المثال اني انا احط هنا بقى في بدايه الايه؟ في بدايه الاري مثلاً اري اندرسكور انشيفت انشيفت طبعاً بترترن ايه؟ بترترن انتجر اللي هو النيو نمبر وفي الاليمنتس اللي هو الرقم بتاع الايه بتاع الاليمنتس اللي انت انا اسف اللي هي على النص اللي انت حطيتها انتجر ذا نيو نمبر اوف elements in إيه in the array اللي هو عدد العناصر الجديد بتاع الاري فطبعا انا لو عملت اري ان شيفت يعني هنا بقى مش محتاج احط ايه اعرف متغير معين هقول له الاري بعد اذنك دي فاليو مثلا اسمها احمد كده بالمنظر ده طبعا المتوقع جدا لكن لو عملت برنت اندرسكور ار دلوقتي للاري الام نفسها اللي هي اي ار ار هتلاقي بتقول ايه هتلاقيها بتقول احمد كقيمة جديدة في الاول اتحطت بدل محمد اللي انا سحبتها ولاست نيم طبعا اسمها ايه اسمها يحيى طيب انا بعد دلوقتي عايز اشوف كمان معاك حاجة زي الري بوب يعني اسحب عنصر من اخر الايه من اخر الـ الري تعالى نعمل كده مع بعض كده حاضر تعالى نقول انه العنصر ده اللي هو اللاست نيم بيساوي array اندرسكور بوب وهقوم حاطط العنصر بتاعي من الـ الري اللي هي دي وطبعا في الحالة دي انا لو عملت ريفريش الاري بتاعتي تطلع ازاي برنت اندرسكور ار اللي الام نفسها هتطلع معايا بالمنظر ده اللي هي احمد فقط طب لو انا عايز احط عنصر اخير بقى اري اندرسكور ايه بوش بعد اذنك خد الاري نفسها اللي انا هشتغل عليها وحط لي بعد اذنك قيمة اسمها مثلا محمد وبالتالي لو جيت عملت ريفريش بالمنظر ده كده هتلاقي بقى قيمتين جداد احمد ومحمد يبقى الري بوش بتحط عنصر افتراضيا في اخر الري الري بوب بتسحب عنصر من اخر الاري، الري شيفت بتسحب عنصر من اول الاري، الري, الري ان بتحط عنصر في اول الري وطبعا انت لو جيت هنا عملت ايكو للقيمه دي او عملت ايكو للقيمه دي هتلاقيها بتديك الرقم اللي ايه اللي بيتكلم عن الري انا اسف عدد العناصر في الري فعلا هو 2 وايه واللي بعديها طبعا اتنين فبالتالي عشان تتاكد احنا ممكن نيجي هنا ونضيف مثلا حاجه كده زي بي ار تاج بالمنظر ده كده اهو هيديك طبعا اتنين ده بعد ما حط الايه العنصر الجديد اللي اسمه احمد بعد ما شال محمد ولما هو سحب يحيى من الاخر وحط محمد مكانها برضو ومرجع لي هنا ايه عنصرين جداد وهكذا جميل جدا جدا من برضو الفانكشنز اللي انا بستخدمها كتير قوي بصراحه لما بحب دايما اعمل عمليات عشوائيه الري راند الري راند دي يا جماعه بترجع لي Array جديده من الكيهات لي بمعنى افرض مثلا انا عن عندي ولنفترض على سبيل المثال عينه عشوائيه من الطلاب Students بالمنظر ده كده Students عباره عن Array من احمد محمد علي اسامه ونقول مثلا زياد حلو كده طيب هاجي هنا هو قوم قايل انه انا عايز اعمل ايكو او انا اسف انا عايز اعمل الري لي يعني راندم students بيساوي الري underscore rand وهنا طبعا انا هتكلم عن الري الام نفسها اللي هي الري بتاعتي اللي هي اسمها ستودنتس وهقول انا عايز اسحب ثلاث عناصر عشوائيه من الري دي بعد اذنك في الحاله دي بقى بعد اذنك لو عملت برنت اندرسكور ار بالمنظر ده كده راندوم ستودنتس هتلاقيه مرجع لك بس الايه الكيهات بتاعه العناصر دي بص كده صفر و1 و2 صفر و1 و3 صفر و1 و3 صفر و1 و4 1 و2 و3 وهكذا الاري راندوم بترجع لك فقط الكيهات بتاعه العناصر دي اذا انا بقى لو عايز اعمل على سبيل المثال ماب للعناصر دي ولنفترض بقى يعني انا عايز دلوقتي اجيب الكي والفاليو انت لو جيت بصيت على array راند بتاخد ايه الاري والنم زي ما انت شايف كده مش اكتر ولا اقل اهو بترجع لك فقط الايه الكيهات يبقى انا بقى في الحاله دي يدويا ممكن اعمل الكلام ده ازاي بقى ان انا مثلا اعمل اري جديده ولنفترض اسمها اهو students او new students يساوي array فاضيه تعالى بقى نعمل مع بعض حاجه جميله جدا وهو ان احنا هنعمل دلوقتي لوب فور لوب او فور ايتش لوب انا اسف على الايه على العناصر دي لا انا هحتاج الكي كمان بالمره طب جميل قوي انا هقوم جاي هنا اهو عايز ايه انا ممكن اعمل فور ايتش لوب حلو جدا على العناصر دي هاخد كل عنصر من الاري طبعا زي ما انتم عارفين اللي هو الفاليو نفسه واحطه هنا ايه في الاري الجديده طب ما جدا ممكن اعمل برضه نفس الكلام ده لو قلت راندوم students as الكي لانه طبعا انتوا لو لاحظتوا هتلاقوا ان هو الاري دي بتحتوي على ايه؟ الـ values بتاعتها الكيهات اللي رجعت من هنا مش الـ values بتاعتها فانا هقوم جاي هنا وقايل ايه؟ نيو students او على طول فاكرين array اندرسكور بوب او انا اسف بوش يعني ارزع على طول في اخر الاري دي array بوش اهو بالمنظر ده كده الاري اللي انا هحط فيها العنصر اللي هو طبعا in new students وهنا انا هحط بقى الايه هحط على طول من الستودنتس الاريه الام الاصليه الكي العشوائي اللي انا خدته من هنا بالمنظر ده كده طبعا انا عملت برنت اندرسكور ار في الحاله دي للايه للنيو ستودنتس هتطلع معايا بالمنظر ده كده نعمل ريفرش هيقول لي احمد علي زياد محمد علي اسامه احمد اسامه زياد محمد علي زياد احمد علي زياد, أحمد علي زياد. احمد علي زياد تاني وهكذا محمد علي اسامه اذا هو بيسحب عشوائيا لو زودنا طبعا قيم تانية زي مثلا ابراهيم كده مثلا خليل عشان الاضطهاد هند اقول لك انت بتكره بنات ولا حلو كده اذا ريفريش زي ما انتم شايفين اهو حتى والله مش عايز تطلع سبحان الله <applause> لا لا انا اسف جدا انا طبعا يعني الاخوات عزيزات جدا جدا عليا زي ما برضو اخواتي الصبيان يعني اهم حاجه بس انه الناس ما تاخدش عني فكره غلط في الموضوع ده المهم صفر واحد اتنين بس انا هنا بقى حاطط ارقام جديده والقيم بتاعتي هي احمد واسامه وهند بالمنظر اللي حضراتكم ايه اللي حضراتكم شايفينه ده طبعا الريا كلها الاريه الجديده اتسحبت اتبنت بناء على ايه؟ انه انا هنا استخدمت الاول اري راند فرجعت لي الكيهات بتاعت العناصر عشوائيا، عملت اري جديده زي ستودنتس او نيو ستودنتس وبالفور ايتش قمت جاي عامل بوش لايه؟ لقيمه جديده في الاري اللي اسمها نيو ستودنتس اللي هي اصلا كانت فاضيه، وقمت قايل ايه؟ طبعا انا كده كده عندي الكي، يبقى انا ممكن اجيب القيمه على طول عن طريق ستودنتس اوف الايه؟ اوف الكي ده نفسه وهكذا. جميل جدا. برضه من ضمن الفانكشنز اللي انت ممكن تبص عليها في الايه؟ هنا لا في شيء حاجات كتير بصراحه يعني انتوا هتاخدوا وقت بامانه لما تحبوا تقروا المانيوال هتلاقي عندك اري سلايس اري سبلايس هتلاقي مثلا عندك حاجه زي اري يونيك اري ان شيفت اري يونيك مثلا بتشيل كل الدوبليكيتد فاليوز يعني لو في فاليوز متكرره بترجع لك اري يونيكلي اوف ايتمز يعني يونيكلي ديزايند فور ون ايتمز بس مش اكتر من كده ايتمز واحده ما بتتكررش يعني مثلا واحد اتنين تلاته مش واحد واحد اتنين تلاته وهكذا أه حاجه مثلا برضو زي سلايس وان وسبلايس برضو عشان الناس تعرفها سلايس مثلا بتاكستراكت سلايس اوفر اري يعني بت بتجيب قيمه واحده من الاري جزء معين من الاري يعني ستارت مثلا من اوفست معين لايه لاخر لاوفست تاني وطبعا برضو لو حضراتكم بصيتوا هتلاقي ان هنا عندي اكتر من باراميتر باراميتر الاولاني بتاعي اللي هو الانبوت بتاعي الاري بتاعتي الاوفست طبعا از نوت Non negative يعني غير غير ايه؟ غير negative طبعا رقم موجب. اللي هو the sequence will start at ايه؟ the, the offset in the array يعني مثلا انت قلت له بعد اذنك ابدا من offset ايه؟ رقم 2 او 3 او 4 if offset is negative the sequence will start that far from the end. يعني هتبدا العد منين؟ من العكس بقى. وهقول لك دلوقتي ايه حكايه من العكس دي نهائيا. هنا مثلا هقوم قايل ايه؟ اللينف بقى اللي هو بعد اذنك شوف انت هتمشي قد ايه بالظبط. يعني الخطوات اللي انت هتمشيها if length is given and is positive then the sequence will have up to that many elements in it if the array is shorter than the length then only the available array elements will be present كلام طبعا يعني ريزل شوية بس انا هوضح لكم حالا if length is given and is negative يعني length لو هو موجود بس نيجاتيف، then the sequence will stop that many elements from the end of the array هقول لكم برضو الكلام بحالا وبعد كده preserve keys طبعا عشان يحتفظ بالايه؟ بالكيهات. طيب تعالى نشوف مع بعض كده حاجه جميله جدا، تعال نعمل مع بعض ارّاي بالمنظر ده كده، انا عملت احمد ومحمد وعلي واسامه وزياد وابراهيم وايه؟ وخليل وهند. افتراضيا حضراتكم عارفين ان ده العنصر رقم صفر، وان ده العنصر رقم واحد، وان ده العنصر رقم اتنين، وده العنصر رقم ثلاثة وده العنصر رقم اربعه، وده العنصر رقم خمسه، وده العنصر رقم سته، وده العنصر رقم سبعه. جميل كده؟ لكن في نفس الوقت كمان انت ممكن تبدا العد من 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 الاخر تماما من ايه من الاخر تماما هوريك حالا دلوقتي ايه حكايه من الاخر تماما دي بص معايا لو انا جيت دلوقتي قلت ان انا عندي فانكشن زي اري سلايس انا دلوقتي عايز على سبيل المثال اكتب نيو اري اهي بتساوي اري اندرسكور ايه سلايس هنا بقى انا هكتب الاري بتاعتي الام اللي هي ايه ستودنتس وهقول ان الاوفسيت بتاعي بيبدا من الرقم واحد حلو كده لو انا ما حددتش نهائيا اللينف اذا اللي هيرجع لي تعالى نعمل كده ايكو لبري وايكو للبري قفلته وبرنت اندرسكور ار للايه النيو اري شوف معايا كده لما اعمل ريفرش ايه اللي هيحصل هيبدا ياخد العناصر من محمد لايه لهند محمد علي اسامه يعني دلوقتي احمد مش موجود لان انا قلت له ابدا بعد اذنك الاوفست من رقم واحد انا لو قلت من صفر هياخد لي كل العناصر طب لو قلت له بقى من واحد بس بعد اذنك انا عايز ثلاث عناصر فقط هيقول لي ابدا من رقم واحد اللي هو مين محمد خد ثلاث عناصر اللي هم محمد وعلي واسامه اذا بدات من الأفست رقم واحد واخدت كام ثلاث عناصر اللي هم مين محمد وعلي واسامه حلو جدا طب بص معايا بقى افرض انا دلوقتي قلت له انا عايز من سالب واحد وعملت ريفرش ايه اللي هيحصل بقى هيقول لي هند الله هند ازاي هو ازاي سالب واحد على سبيل المثال ازاي بقى انا افهم ايه سالب واحد عشان انا مش فاهم ولا افرض مثلا انا قلت سالب واحد وقلت مثلا سالب اربعه وقمت عامل ريفرش هيديك array فاضيه انا مش فاهم دلوقتي في حاجه غريبه بتحصل معايا طب افرض انا قلت مثلا سالب واحد وبعدين قمت قايل اربعه ايه اللي هيحصل؟ قال لك هند. طب افرض مثلا انا قمت قايل على سبيل المثال سالب اتنين وقمت قايل أربعة هيقول لك هند وخليل لا 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 لا, لا. كده بقى في حاجة غلط كده بقى أنا عايز أفهم أنت بتتكلم عن إيه بالظبط الأرقام لما بتبقى سالب بيديني نواتج ولما بيبقى موجب بيديني نواتج تانية خالص طب بعد اذنك بقى قول لي انا اعمل ايه بالظبط عشان افهم انت دلوقتي بقى لما تيجي تبص هتلاقي انه العمليه مختلفه تماما ليه بقى مختلفه تماما انا اقول لك بقى لانه انت عندك دلوقتي لما تيجي تقول انا عايز العناصر بس تكتب الاوفست بتاعك بالسالب وتحدد سايز معين اللي بيحصل كالاتي، بص يا سيدي معايا، العناصر لما اتكتبت 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6 فهو ده ترتيبها الطبيعي، لكن في الحقيقه ان في ترتيب بس بالعكس بالارقام السالبه. بيتكتب ازاي بقى؟ بيبدا من سالب واحد من اخر عنصر وبالتالي هيبقى ده سالب 2 وبالطبيعي هيبقى ده سالب 3 وده هيبقى سالب 4 فده طبعا هيبقى سالب 5 وده هيبقى سالب 6 وفي الاخر طبعا ده هيبقى 7 واخيرا طبعا ده هيبقى سالب كام؟ سالب 8 إذا أنت لو جيت قلت أنا عايز من العنصر سالب 2 هيعتبر طبعا اللي هو إيه؟ خليل هات لي بقى أربعة بعد إذنك هيقول لك طبعا خليل عد لي كمان أربعة بعديه خليل وهند بس هما اللي موجودين إذا أنا لو جيت قلت بعد إذنك ابدأ لي من اوفست رقم 8 اللي هو سالب 8 من فوق خالص بقى بالمنظر ده كده هيقول لي إيه بقى؟ هيقول لي أحمد ومحمد وعلي وأسامة ليه؟ لأنه سالب 8 دي هي العنصر رقم صفر هنا بقى دي الناس اللي اكيد مليون في الميه كانت متلخبطه في الحكايه دي واعتقد ان كان في حد سالني عن الجزئيه دي وانا كنت حابب ان انا اوضحها له ايه حكايه الاوف لما تكون بالسالب لانه طبعا العمليه تبقى غريبه شويه بالنسبه لي اذا انت بالظبط اكنك قلت من صفر امشي أربعة بالمنظر ده كده هي هي بالظبط اكنك قلت سالب 8 وامشي ايه وامشي أربعة طبعا دي بتفيدك لو انت عايز تجيب عناصر من الاخر يعني مثلا انا عايز اجيب مثلا اخر اربع عناصر في الاري فطبعا طبيعي جدا اخر اربع عناصر في الاري بتوعتي هيبداوا من رقم كام على طول انا هقوم قايل سالب أربعة وهقوم ماشي اربع خطوات اللي هم مين اللي هم زياد ابراهيم خليل هند فبالتالي انا جبتهم بالمنظر ده حلو كده جميل قوي الكلام ده طب إنا إيه بقى لو كتبت سالب واحد ومتعمل ريفرش ايه اللي يحصل بقى ثانيه واحده كده اه انا هنا جاب لي زياد وابراهيم وخليل ايه بقى حكايه سالب واحد دي بقى هنا بقى في الحاله دي هنا بقى اكنك انت من الاخر كده بالبلدي بتحدد رينج بالسوالب يعني تقول مثلا انا عايز العناصر من سالب 8 الى سالب 2 وبالتالي انت عملت ريفرش هتلاقيه بيقول لك ايه احمد لغايه ابراهيم حلو كده اه اخرك فين سالب 2 اهو ففعلا انت لو جيت بصيت هتلاقيه بيقول لك احمد محمد علي اسامه زياد ابراهيم وصلت كده يا جماعه عشان تفهموا ايه حكايه العناصر زي ما حضراتكم ايه زي ما حضراتكم عارفين طبعا لو قلت بقى هنا ترو بالمنظر ده وعملت ريفرش طبعا هنا دي جزئيه بريزيرف للايه بريزيرف للكيز وممكن طبعا تقروا عنها براحتكم خالص يبقى احنا كده شفنا مع بعض ايه حكايه العناصر زي ما حضراتكم عارفين السوالب بالنسبه للاوفسيتس والسوالب بالنسبه لللمبس عشان الناس تبدا تفهم بسهوله ايه حكاية الأري سلايس وايه حكاية الأوفسيتس والسايزز اللي فيها اللي ممكن تكون بالنيجاتيف وهكذا برضو ممكن تبصوا على سبلايس طبعا دي بتريموف أبورشن بتريموف مش بتكستراكت بورشن معين يعني جزء معين من الأري اللي هي ايه أري سبلايس فبالتالي سلايس بتكستراكت العنصر ده وبترجعهولي أما سبلايس بتريموف تماما الجزء ده وممكن تربلسه بحاجة ثانية خالص على سبيل المثال يعني أقول له مثلا هات لي اخر عنصرين بس نبلسهم لي مثلا بعنصرين تانيين او هات لي مثلا اخر اربع عناصر بس نبلسهم لي باربع عناصر تانيين او هات لي مثلا عنصر من اتنين الى اربعه بس رابلسهم لي بعناصر تانيه خالص طيب هسيب دي عليكم واشوف انتوا هتعملوا ايه وانا هديكم دلوقتي تمرين تعملوها دلوقتي انا عايزكم انتوا كتمرين تعملوها وتبعتوها على الميل واشوف الناس فهمتها اكتر ولا لا برضه من الحاجات اللي ممكن تشوفها حاجة زي برضو الري values زي الري كيز دي بقى بترجع لك الري من values فقط مش أكتر من كده في بقى مجموعة من الفانكشنز برضو جميلة جدا الري طبعا دي اللي بتكرر الري نفسها إيه حاجة مثلا زي كاونت بترجع لك عدد العناصر اللي في الري حاجة مثلا زي ليست طبعا حضراتكم شفتوها حاجة مثلا زي شفل آه, لو انت عايز تعمل راندوم الري وهكذا فطبعا دي من ضمن اهم العمليات اللي انت ممكن تستخدمها على الاري يهمني جدا 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 ان انتوا تقروا الدوكيومنتيشن بالنسبه للاريز يعني مش هقول كامل بس على على سبيل التقدير معظمه علشان تفهم اكتر ايه هي معظم الاري فانكشنز اللي انت ممكن تستخدمها وانت شغال من ضمن برضو العناصر اللي ممكن تستخدمها مثلا حاجه زي ايز اري فاكرين في التايب تشيكنج في الاول خالص عايز تاكد اصلا ان كانت دي اري ولا لا حاجه مثلا زي اكسبلود وامبلود اكسبلود دي جميله جدا هي وامبلود بص مثلا اكسبلود دي ممكن تعمل ايه لو انا عندي على سبيل المثال سترينج بالمنظر ده كده بيقول ايه بيقول ونفترض محمد كوما احمد كوما اسامه وانا عايز اعمل اري من النص ده فبعمل ايه بقى بعمل تفجير للنص اكسبلود بس بختار حاجه اسمها ديليمتر معين يعني علامه مميزه عن طريقها اخد كل ما هو قبل العلامه وحطه في ايه في فاليو جديده فانا لو عملت دلوقتي Array وقلت ان هي بتساوي اكسبلود بالمنظر ده كده الديليمتر بتاعي هيبقى عباره عن الكوما والمسافه اذا افصل لي ما بين كل العناصر دي عن طريق الكوما والمسافه والسترنج بتاعي طبعا اللي هو الايه الاس ار ايه الاس تي ار طبعا احنا لو جينا عملنا دلوقتي برنت اندرسكور ار للاري الجديده اللي هي اسمها اي ار ار بالمنظر ده كده وعملنا ريفرش هنبص طبعا نلاقي ان احنا عندنا Array جديده بس بتتكون من محمد واحمد واسامه وصلت كده دي بتفيدك طبعا لو انت عايز تفجر نص معين عن طريق علامه معينه زي مثلا ايه الشكل ده كده بالمنظر ده فانا هقول له ايه هي عباره عن مسافه يليها مثلا العمود الواقف ده انا الله ساعات محتار با عايز اعرف اسمه ايه وهكذا لو عملت ريفرش بالمنظر ده هيديني نفس الايه نفس الناتج الري امبلود على العكس من ذلك بقى بتاخد عناصر الري كامله وتحولها لسترينج كامل ورا بعضه بديليمتر معين برضو افرض مثلا انا عندي الري مكونه من الاتي كده انا هعمل اوفر رايت للاري بتاعتي الري اوف مثلا إيه... سو احنا مش خدناها اصلا مش عملنا الري اصلا بيكسبلود انا بقى دلوقتي هعمل امبلود implode انا اسف كده بالمنظر ده كده الجلو بتاعي اللي هو الديليمتر برضو هعمل على سبيل المثال كوما كوما ما بين كل اسم والتاني ومسافه والبيسز بتاعتي اللي هي الاري بتاعتي اللي هي عباره عن اي ار بالمنظر ده كده طبعا انا لو عملت ايكو النص اللي هيرجع من الفانكشن دي هيديني فعلا محمد كوما كوما مسافه احمد كوما كوما مسافه واسامه طبعا في الاخر فهو هيعتبرها اخر عنصر فمش هيحط الايه الجلو بتاعي في المحاضره دي شفنا مع بعض اهم استخدامات الاريز الخاصه بالفانكشنز ويهمني جدا جدا انه انتوا تعيدوا على اللي احنا شفناه في المحاضره دي مره واثنين وثلاثه عشان تتمكنوا منها لان هتستخدموا فعلا للفانكشنز دي ان شاء الله كتير وانتوا شغالين اشكركم جدا والمحاضره الجايه هنتكلم عن الفانكشنز الخاصه بالسترينجات اشوفكم ان شاء الله في المحاضره الجايه حيانا الله وحياكم. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته